منذ الأسبوع الماضي وتقارير عديدة تتحدث عن رغبة مجلس إدارة نادي الهلال في التعاقد مع فهد المولد ساحر نادي الاتحاد. والمولد البالغ من العمر 25 سنة هدد في وقت سابق بالرحيل عن صفوف نادي الاتحاد الذي يرتبط بعقد معه حتى عام 2022، وذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة. ووفقا للإعلامي حمود القحطاني وعدد من التقارير الصحفية السعودية، قدم نادي الهلال لمجلس إدارة الاتحاد عرضا بخمسة ملايين ريال سعودي بالإضافة إلى الثنائي هاتان بهابري ونواف العابد للحصول على خدمات فهد المولد في الميركاتو الصيفي الحالي. ورفض الاتحاد العرض الأول من الهلال ليقدم مجلس بن نفل عرضا جديدا بست ملايين ريال سعودي بالإضافة إلى بهابري والعابد ومعهما عبد الله الحافظ ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم وفقا للتقارير. أيضا هذه العروض الهلالية لضم فهد المولد من الاتحاد أعادت على الأذهان مفاوضات برشلونة الإسبانية للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي. وبرشلونة خلال العام الماضي عرض على الفريق الفارسي ثلاثة لاعبين دفعة واحدة من فريقه ومبلغا مالي للحصول على نيمار. وزاد برشلونة من هذا العرض المجنون بعد الرفض الفارسي الأول ليصل إلى خمسة لاعبين من العيار الثقيل بجانب مبلغ هام من المال، حيث عرض الفرنسي عثمان ديمبيلي والبرازيلي فيليب كوتينيو والكرواتي إيفان راكيتيتش والبرتغالي نيلسون سيميدو وأخيرا الصفقة الجديدة أنطوان غريزمان. باريس سان جيرمان تلاعب ببرشلونة حتى الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي في العام الماضي وحتى الآن قبل أن يعلن بقاء نجمه البرازيلي، لكن يبدو أن الاتحاد فضل إغلاق هذا الباب نهائيا بإعلان رئيسه أنمار الحائلي بقاء اللاعب وعدم وجود نية للتخلي عن أهم عنصر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم. وغير بعيد عن الزعيم، كشفت تقارير صحفية عن تقديم نادي الزمالك المصري عرضا رسميا إلى الهلال للتعاقد مع أحد نجومه الكبار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وشهدت السنوات القليلة الماضية تعاونا كبيرا بين الأندية السعودية والمصرية بانتقال عدد كبير من نجوم الدوريين إلى المسابقة الأخرى. ووفقا لصحيفة الرياض، تقدم الزمالك بعرض إلى الهلال يطلب فيه التعاقد مع اللاعب الدولي السوري عمر خريبين. وأشارت الصحيفة إلى أن عرض الزمالك يأتي بطلب شخصي من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول الذي أعجب بمستويات اللاعب الفنية خلال فترة تواجده مع بيراميدز المصري. شاركنا رأيك في التعليقات ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.